السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. اللي قدامنا دي عجلة من عجلات التروسيكل الخلفية جاي فيها مشكلة. تمام، المشكلة اللي كانت فيها، المشكلة ان الجنط كله كان غرقان زيت. تمام، طبعا قدام حضرتك باين ان هو نظيف لان انا لسه غاسل ومنظف الزيت الكتير اللي كان عليها. طيب الزيت اللي بيرشح على الجنط ده بيكون السبب فيه، بيكون يا اما قلسي ضارب يا اما بلية بايظة خلت القلسي نفسه ضرب، او البلية بايظة مخلي الاكس محمل على القلسي نفسه فبيرشح معايا زيت. طب عايزين نفك نغير القلسي بتاع العجلة ده، هنغيره ازاي؟ عندنا نوعين من التروسيكلات، نوع بيكون بالشكل اللي قدامك كده، تمام، الكورونا اللي هي حتة واحدة زي اللي احنا شايفينها دي، ودي بتكون في التروسيكلات الحديثة زي السي ام جي كده. وفي نوع تاني من التروسيكلات بيكون داين، بتكون الكورونا عبارة عن ثلاث حتت متربطة بمسامير من الداخل. تمام، النوع اللي معانا ده هو اللي هو في التروسيكلات السي ام جي والبي ان والتروسيكلات الحديثة عامة كلها. عشان نغير القلسي ده بنحتاج نفك الست صواميل دول فقط لا غير. تمام، شايف الست صواميل اللي قدامنا دول اللي انا بفك فيهم دول، هما بس اللي انا بحتاج افكهم. تمام، طب الست صواميل دول بيكونوا ماسكين ايه؟ الست صواميل دول بيكونوا ماسكين الاكس، رابطين الاكس في الكورونا. تمام، وفي العينه كل اللي بحتاج اعمله ان انا بفك الست صواميل دول، بطلعهم بره بالشكل ده، هو برفع التروسيكل على كريك، حاجه بسيطه خالص كده بحيث اخلي العجله ما تحفش الارض. تمام، وممكن اسيبه برضه على الارض من غير ما احتاج، ولكن انا هنا رافعه عشان افك اطلع الجنط كله بره وانضف الطنبوره بتاعت التير من جوه، عشان لو جه عليها زيت بيخلي الفرامل تسيب ما تشتغلش. فكيت الست صواميل بالشكل ده هو، هبدا ارفع الست ورد اللي بيكونوا تحتيهم، ست ورد مشروحين. تمام، او ست ورد سوسته اختلاف المسمى. حركه خفيفه خالص، بزحزح الترس الاكس من مكانه وبعد كده بسحبه بالطريقه دي كده. كل اللي انا هعمله، الموضوع بسيط خالص وتقدر تعمله بنفسك من غير ما تحتاج انك انت تروح لصنايع ولا الميكانيكي ولا اي حاجه. طلعت الاكس بالشكل ده هو. طيب القلسي اللي احنا هنغيره فين، او القلسي اللي مخلي الزيت ضارب فين؟ ادي القلسي في وشك على طول، ده القلسي اللي مخلي الزيت بيرشح لبره من الكورونا، لان احنا طبعا الزيت معانا بيمشي في الكورونا كلها من اليمين للشمال لحد الاكسات دي، لحد اخر الاكسات دي بمفك، وببدا اسحب القلسي القديم بالشكل ده هو بكل سهوله وبكل بساطه. ضلعت القلسي القديم، بجيب قلسي نفس المقاس بتاع القلسي القديم اللي عندي، لان طبعا المقاس بيختلف من مكنه للتانيه. تمام، وببدا هغسل وانضف مكان القلسي ده هو. تمام، وبعد كده هسحب العجله دي لبره، لان اكيد في زيت جه على الفرامل او جه على طنبوره الفرامل من الداخل، والزيت ده طبعا هيخلي الفرامل معايا تسيب ما ترضاش تمسك كويس. اهو سحبت العجله بالشكل ده، طلعت العجله. تمام، لاحظ كده الطنبور عليها زيت، هبدا اغسلها شويه بنزين وهنضفها خالص. ولو انت ملاحظ برضو الجنط حوالين الطنبوره هنا او حوالين حله الفرامل دي مليان برضو زيت وتراب، وهنا برضو تقيل عليه شويه زيت، هنضفه بشويه بنزين وفرشه كده، وهبدا اغسل كل الحاجات دي وانضفها اهو بالشكل ده. طيب النوع التاني من الكوارين اللي بتكون في مثلا في التروسيكلات الدايون، او بتكون تلات حتت في القلسي بتاعها، بيكون فين وبيتغير ازاي؟ النوع التاني على العكس تماما من هنا، القلسي هنا عندنا بره، تمام، مش محتاج افك الكورونا، ولكن هناك القلسي من الداخل جنب البطيخة بتاعت الكورونا على طول. يعني عشان انا افك غير القلسي في التروسيكل دايون محتاج ان انا اطلع الاكس بفك الطنبورة بتاعت الفرامل بالتيل بكله واسحب الاكس لبره، وبعد كده بفك الجزء الشمال من الكورونا، الماسوره الكبيره دي. تمام، بتكون مربوطه في بطيخه الكورونا، بفكها وبلاقي تحت منها القلسي راكب في البطيخه نفسها. اما هنا مش بحتاج اعمل ده كله، كل اللي بحتاجه ان انا بفك العجله، بطلع العجله فقط لا غير، وقبل ما اطلع العجله طبعا بيطلع معايا الاكس اللي هو الاساس، ببص الاقي القلسي في وشي بغير القلسي وخلاص. دي كل القصه وده كل الموضوع. اهو غسلنا ونضفنا بالشكل ده هو، حلت الفرامل ونضفنا الجنط برضو، وهنا نضفنا التيل من الزيت اللي كان عليه، هننضف مكان القلسيه
وهنبدأ نجيب قلسي نفس المقاس اللي كان راكب، قلسي جديد. تمام، جبنا القلسي الجديد اهو. طبعا القلسي ليه عدله وقلبه، بتخلي الناحيه المفتوحه من القلسي تبقى راكبه لجوه اهو بالشكل ده كده. وببدا اضغط على القلسي باستخدام لقمه تكون على كد الداير بتاع القلسي، وببدأ أضرب عليها شوية، بضرب عليها بالراحة كده مش ضرب جامد لحد ما القلسي بيت معايا في مكانه. بس بتأكد إن القلسي بيت في مكانه من كل الاتجاهات، مش بايت من جنب والجنب التاني، لأ لأ، كل الاتجاهات راكب سليم. ببدا اركب الجنط بتاعي بالشكل ده، وبعد كده بمسك الاكس بنضفه، وببدا اركب الاكس بالشكل ده، بنزل الاكس واحده واحده جوه المجره بتاعته او جوه مجره الكورونا. تمام، وبسنتر الفتحات قصاد المسامير، وبعد الاوقات بحتاج ارفع الاكس سنه من الداخل، يعني ارفع الاكس من الداخل سنه كده بحيث يعشق مكانه وينزل جوه الترس بتاع الكورونا. بسنتر فتحات الاكس على المسامير بالشكل ده، وبعد كده ببدا اركب الست ورد السوسته، واقفل الست صواميل واربط المسامير بتاعتي، وبكده خلاص نكون غيرنا القلسية وحلينا المشكله بتاعت رشح الزيت او رشح الزيت على العيله بتاعت التروسيكل الخلفيه. الموضوع سهل وبسيط. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وقدرت اقدم لكم المعلومة بالشكل الصحيح وقدرت افيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.